نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن المسلم قد يحتاج في حياته إلى أن يقتدي بإنسان يعرفه، بإنسان يحبه، بإنسان
يتقرب به إلى الله عز وجل. وقدوتنا في هذه الدنيا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي به في حياتنا، في معاملتنا، في كل أمورنا. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قدوتنا ليس لاعب الكرة، ولا لاعب التنس، ولا المغني، وإنما القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم قد يحتاج لهذه القدوة أكثر مما يحتاج للطعام والشراب. ولذلك إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل نجد فيه ما قد يحتاج إليه الإنسان في حياته كلها. أمنا عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوابها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي أن كل ما حث عليه القرآن أن يعمله يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى عنه القرآن يبتعد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أيها المسلم، أنت أيتها المسلمة، هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نكون. وهذا هكذا يجب أن تكون أيها المسلم. أي شيء وجدته في كتاب الله ينهى عنه الله ابتعد عنه، وأي شيء يأمر به القرآن افعله، والله لستكون أسعد الناس في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولذلك وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى nous a incité à prendre comme modèle le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. En effet, Allah تعالى dit dans la sourate Al-Kawarizi, Ahzab, verset 21, vous avez donc l'envoyé d'Allah un excellent modèle. Aussi, lorsqu'on interrogea Aïcha radiallahu ta'ala anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit: son comportement était le Coran. Cette phrase signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivit à la lettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, si le Coran interdit quelque chose, ils sont éloignés. Et s'il ordonne quelque chose, ils s'empressent de le faire. Au point qu'Allah Ta'ala dit à son sujet: tu es doué d'un caractère élevé. ومن الأخلاق العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها ويعمل بها وهي كثيرة في القرآن الكريم: الإنفاق في سبيل الله، مما ذكره الشيخ تهامي وذكرته لكم أيضا. الإنفاق في سبيل الله، قال الله تعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إذن قال تعالى في سورة سبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللي خرجتها من جيبك وعطيتها في سبيل الله ربي يخلفها لك. عرفتي ولا ما عرفتش؟ جاك الخبر ولا ما جاكش الخبر؟ وصلت إلى معرفة من أي مكان أو لا تعرفه لا يهمك هذا، ربي غادي يخلفها لك. ربي غادي يخلفها لك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، يعطي دون أن يترك شيئا لأهله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا للغد. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. أنسي الشيخ فيدال la générosité qui tient des grandes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam est souvent évoquée dans le Coran al-Karim. Par exemple, lorsqu'Allah Ta'ala dit dans la sourate al-Baqarah, la vache, verset 274, ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Il a aussi dit dans la sourate Saba, verset 39, et tout ce que vous dépensez, Allah Ta'ala vous le remplace. Il est en effet le meilleur dispensateur de bien. Ceci montre, chers fidèles, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des êtres et qu'il donnait sans compter, comme il a été rapporté par l'imam Tirmidhi d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien épargné pour demain, c'est-à-dire qu'il donnait tout ce qu'il recevait sans rien laisser à sa famille. ومما يبين ويوضح ذلك ما رواه غير واحد وصححه الشيخ الألباني في مشكات المصابح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 دنانير من الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم جاته واحد 7 دنانير من الذهب، أعطاها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خلاها عندها. في وقت مرضه صلى الله عليه وسلم الأخير قبل ما يموت بيوم، كانت عائشة رضي الله عنها عند رأسه، فقال لها عائشة أين 7 دنانير؟ عائشة كأنها تتاقلت، يعني المرض ديال النبي صلى الله عليه وسلم خدا لها راسها، ما بقاش تتعرف داك الشيء اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها 3 مرات: يا عائشة أين 7 دنانير؟ أرسليها لعلي يتصدق بها، وهو في مرضه. عائشة رضي الله عنها أرسلتها لعلي فتصدق بها. ثم أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت، فأرسلت عائشة، اسمعوا أيها الإخوة والأخوات، فأرسلت عائشة رضي الله تعالى عنها بمصباحها إلى جارتها تقول: اقطري لنا في مصباحنا من عكك السمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جديد الموت. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وقت موته ما عندوش باش يضوي الدار ديالو، خليكم من هاد الرؤساء والملوك الى اخره، ما عندوش باش يضوي، باش يدير الزيت في القنديل باش يضوي الدار ديالو، فتضطر عائشة رضي الله عنها الى ارسال القنديل لجارتها باش تعطيها شويه ديال الزيت باش تضوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عنده 7 دنانير لو أرادها، لكن يتصدق بها. ولن يبقى إلا ذلك. Aussi, Cheikh Kouyon, sachez que le prophète صلى الله عليه وسلم a été généreux jusqu'à sa mort. En effet,
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 7 dinars en or qu'il avait confié à Aïcha رضي الله عنها lorsqu'il fut gravement touché par la maladie. Il lui dit: ô Aïcha, envoie-leur à Ali, son gendre, afin qu'il le donne en aumône. Puis il perdit connaissance sallallahu alayhi wa sallam. Ceci se produit trois fois avant que Aïcha ne les envoie à Ali رضي الله عنه afin qu'il lui donne en aumône. Puis alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était mourant, Aïcha رضي الله عنها, qui n'avait plus de l'huile dans sa lampe pour les éclairer, demanda à une de ses voisines de lui renverser un peu. Ce hadith montre à quel point le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vivait humblement, alors même qu'il ne disposait pas de quoi éclairer sa maison. ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسخائه ما رواه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. جاء عنده واحد الإنسان قال له: يا رسول الله، شاف عنده واحد الغنم كثيرة ديال الصدقة، قال له يعني بين جبلين، قال له: يا رسول الله أعطني إياها، أعطيها لي. قال له: بس أعطيها لي، يأخذها كلها. فأخذها الرجل وذهب إلى قومه كلهم باقي كفار. لما وصل إليهم قال: أي قوم، أسلموا، دخلوا الإسلام، فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. إحنا خايفين من الفقر، وزيد تعطي شوية كتخاف أنك تفقر وما يكون عندك والو، أعطي وربك يكرمك بعد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الغنى هو الغاية القصوى، وإنما غاية الغنى هو الوصول إلى مرضاة الله عز وجل. فأيوه مسلم rapporte d'Anas ibn Malik رضي الله عنه un autre hadith qui illustre la grande générosité du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم en racontant qu'un jour un homme demanda au prophète صلى الله عليه وسلم de lui donner des moutons qui se trouvaient entre deux montagnes. Et il lui donna. Puis l'homme retourna chez son peuple et déclara: ô peuple, embrassez l'islam par Allah, Muhammad fit donc à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Ainsi, chers fidèles, cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas les richesses comme une finalité, mais comme un moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لكم في الكرم والسخاء، خصوصا مع الأهل والأقارب، فخير الإكرام وخير الإنفاق ما أنفقته على أهله. يبدأ المسلم بأهله لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ذاك أجر كبير وهو اللي أنفقته على الأهل ديالك. لذا يجب الإنفاق على الأهل أولا، ثم أوصيكم بالإنفاق على هذا المركز العظيم، فإنه محتاج لتعاونكم ومساعدتكم. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى. شيخ أخي أخي سور ساشي كولو ميساجي دالله صلى الله عليه وسلم أدي أنت أن دينار كو تي ديبونس دان لا فوا دالله سيتادير دان تو سو كي بون، أن دينار كو تي ديبونس بوغ أفرانشير أن إسكلاف، أن دينار كو تي ديبونس أون أومون، إي أن دينار كو تي ديبونس بوغ تا فامي، سي سولوي كو تي ديبونس بوغ تا فامي كي تابورتورا le plus de récompenses. Dépensez donc pour vos familles, pour les pauvres,
sans oublier cette mosquée où nous sommes aujourd'hui. Qu'Allah nous compte parmi les plus honorables et les meilleurs sur terre. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك آمين وتحول عافيتك اللهم آمين وفجاءة نقمتك آمين وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدال ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.